السلام عليكم، أنا مشاكس ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح أخذكم جولة في الأسواق الشعبية الصباحية في الصين. راح نشوف شغلات غريبة وما شفناها من قبل، وكل هاد في مكان واحد. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. جاهزين؟ انطلقنا. صراحة شايف كثير ناس داخلين على سوق الخضار، فحبيت أفوت على سوق الخضار وبرضو أفرجيك وشو فيه بسوق الخضار وشو ممكن نلاقي شغلات غريبة. ميل ميل تفضل. شايفين هون بأول محل على بداية السوق، هاي كلها أنواع معكرونة، معكرونة صينية. هون شايفين الحبوب، هاي كلها حبوب، أنواع حبوب وصوصات، وهي كمان برضو نوع من أنواع المعكرونة السريع بنعمل المي. هذا الإشي الوحيد اللي إحنا بنقدر نستخدمه اللي هو الخميرة، واللي بيعرف شو هذا البيض ياخذ شو بده. هذا بيض البط معفن من جوا لونه اسود، والله ليش شممكم ريحته. فضلا هذا جوا شوف الخضره، هذا بتوقع بيعملوه بالغداء. بجيب لك اللحمه وانواع لحمه زي هيك، وهي طلع كبد خروف، راس خروف، عفوا متعودين نحكي خروف، خنزير، كبده، وانواع خير الله، شغلات بصراحه ما بتاكلها بتقلعت. طبعا الصينيين زي ما انتم شايفين هون، اذا شفتوهم ملتمين على مكان يعرفوا انه قاعد ببيع اشي رخيص، خاصة كبار السن. ابصر شو ببيع، كلاب ما شو هون؟ وش ذا؟ مش عارف، كلاب مقلية. هيوناك في بط، هذا انواع البط الناشف. شايفين بط ناشف ودريم بط ناشف وشغلات غريبة بصراحة. طبعا هاي قديم الزمان، زمان لما كانوا ما عندهم مش ثلاجات وما عندهم مش شغلات يحطوا فيها الأكل، كانوا ينشفوا زي هيك، وسبحان الله ثقافة واستمرت عندهم ظلوا ماشيين عليها. فواكه، هذا طبعا مطعم محل فواكه 5 نجوم يعتبر، اللي برا نجمة وربع. شايفين انواع فواكه هنا كثير، هاي الفواكه اللي ريحتها طالعه اللي بتخزي، اسمها ديوريان، اذا بتشم ريحتها تكره حياتك. الكل بتطلع علي ومستغرب. وهنا شو في هون انواع خضار، ممكن تشوف انواع خضار غريب بصراحه. هذا القلقاس، هذا نوع مش عارف شو هو، زي الخس بس مش خس، بصل، جزر، اغلب هالشغلات هاي موجوده عندنا. الحج هذا مش موجود عندنا. اوه دخلنا على الشغلات الغريبة. شايفين هذا اللي بالعلبة هاي، هذا دم البط، بيعملوه بخثروه وبوكلوه. هذا الدوفو اللي عندهم، دوفو زي الجبنة عندنا بس فعليا ملهاش طعم. هاي بيض حمام، شغلات كثيرة. وهذا نفسه، هذا نفس المبدأ، بيض حمام ودوفو بين بطاطا وابصرمين ودويا. في شامم بصراحة ريحة اشي بيخزي، مش عارف شو هو، اتوقع ريحة البطة هذا اللي هون. اوه شايفين هذا برضو، هذا راس خنزير، هذا راس خنزير منشف، الله يخزيكو، منشفين راس الخنزير. انبسطت، فكرتني بدي اشتري، ضريتني ها هاي الدجاج فاتحة جري وابو ماي بابا وجو بايشة حجو تقولي تعشتري، قلت له بديش سامحك. اوه هذا اللي بقتلوا الجاج، هون بيذبحوا، هون فعليا اذا بدك تذبح جاج تيجي هون تذبح لحالك. شايفين عنده جاج حي، تذبح الطريقة الاسلامية. هاي الخنزير، للي عمره ما شافش الخنزير اخوان، تفضل عليه طبق الدهن اخمل من شو اسمه نفسه. هلو هاو ار يو. خضار، وهي انواع الخنزير، ريش خنزير ميتة، اجر خنزير متوفية جلدها، هذا بقطع لحم خنزير معفن. هون ايش هذا، سمك، انواع سمك مقلية. هون في انواع سمك تيجي جاهزة، اسماك بحرية ودجاج وخلطات.
هنا شو عندنا هون؟ هون برضو خنزير، هاي الحج قاعد ما حد اشتري من عنده، شكله سعره غالي. خضار شايفين، هذا هو اجواء الناس الصبح على الساعة 7 8 الصبح، كله بيطلع وبيجي بيشتري الخضار عشان يبلشوا يعملوا الغداء والشغلات هاي. هاي هذا المحل، محل بيف، محل اللحم والجاج، بس مش حلال، بس عنده بيف وعنده لحم عجل ولحم خروف، بس مش حلال. قسم الأسماك، قسم الأسماك البحرية، تفضلوا. الصدف، صدف ومحار وأبصرمين وهي سلطعون قد الأيام. هون عندنا هذا أبو العبد، هي نفسه يطلع بس مش قادر. هذا بتعرفوه، هذا ايش هو؟ صورنا لكم اياه في فيديو ثاني، اتوقع الفيديو الماضي شفتوه. هذا اسمه خيار البحر، خيار البحر. وهي انواع اخطبوط، اخطبوط شغلات زي هيك. وهي الحجه، هي من الصين، بحريه برضه، فيديات. ايش هون في؟ بصل، بطاطا، خنزير. طلعوا لهم الخنزير، وريتكم اكلتوا زيكم. خضار، هذا عنده بيض، هاي طازة، هاي الدجاج اللي باضت البيض، هذا برضو اوه هذا خنزير مربرب، خنزير مربرب هذا، ليته اكبر من لحمته. يلا ها هسه الدجاج ياخذ 7 كيلو. خضار، بصل، هاي البطاطا الحلوة، هاي فراولة عند الحاجة، هاي هنا انواع البهارات وانواع الشاي وشغلات زي هيك. شايفين هذا الشاي اللي زي ورد الياسمين. مكسرات، تمر الاحمر، انواع كثير شغلات، حلويات، مكسرات، خنازير. اكثر الخنازير، اكثر شيء باكلوه في الصين الخنازير عشان سعره رخيص. هون قسم الحبوب، هون انواع الرز، طبعا في عندكم 20 30 نوع رز، والبيض كذلك، بيض رخيص وبيض غالي وبيض وسط، ما بعرف شو الفرق، بس الدجاج شكلها طعموها كي اف سي او ماكدونالدز. صحتين وعافية. يعني هي هذا البيض، هذا البيض رخيص. اوه كبد الدجاج، كبد الدجاج سارقينها من الدجاج اللي هو هذا. اه لا هي بطاطا بيض، هي دم دجاج، هذا شايفينه، هذا الدم، هذا الدم بعد ما يخثروا. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. هون انواع مخللات، مخللات الصين، طبعا مخللات الصين بتلاقيها هيك فيها شوية حموضة، بس المشكلة انهم بحطوا عليها سكر، شغلات سكر. يلا ماشي ها، هاي نجاح. ايش ها؟ هذا رايح على البحيرة اللي جنبنا، صيد له 7 سمكات، كاتلهن وهي على اساس ان عايشات. مقلوب على ظهره حرام السمك. وهون الشريمب الطازة، شايفين هذا الشريمب صغير. هذا الشريمب، هذا سمك، ايوه هذا اكبر بالسمك، هاي سمك، هذا كله حلال، حتى اشك انه السمك عندهم حلال، بقتلوه على راسه، بضربوه على راسه. هذه حية البحر، حية البحر. تجاو شما؟ تجاو شما لا اذا؟ تجاو شما ايوه؟ تجاو شما؟ خونسان؟ خونسان، هذا اللي هو نفسه، ايوه انا سالته بس مشان حل عن شو اسمه، هذا اسمه حي. اوه نقا شو اسمه، هذا خيو تقا خيو، هاي السمك السوداء. ايش ها؟ ما مش شايف والله، هذا السمك مجفف. خيو يجون على نشرة جبان نقو خيف شيء على عن شرة تتنقو على شيء جيك عن شرة. ما شدة شدة يشه أول جرة، هذا السمك الكبير. شوية هسه اقول لكم شو سألته، شو قال لي.
بسأل فيه بقول له عندك سمك بحري يا زلمة. هاي باي هاي يلا هلا. بقول له عندك سمك بحري؟ بقول لي من كل عقلك بدك سمك بحري؟ بما انه اليابان في هون قصة صارت، اليابان زادت مفاعلات نووية في البحر اللي على جهة الصين، فهسا كل الصينيين ما بوكلوا من السمك البحري او المنتجات البحرية من البحر، بس الشغلات اللي من الانهار ها مقضينها. هاي ونهاو وبايو يلا. الدجاج هذا زي ما قلنا لك فتح دري، لكن الدجاج جوا بيض لسه مش 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 طالع. نلاي شو نلاي شو هاي هلو. شايفين هذا برضو في كبدة. اوه جود مورنينج بوتسو بانجليزي دي يا مرسي. تعلم انجليزي عفوا. هنا علمنا الخنزير، هم شوف الخنزير بالضبط. هاي بوزعوا بهاد، في لنا واحدة بوزعوا جاج جاج بيض أو مش عارف شو يعني. عندها بيض حاملة بدها تبيض يعني، وما خلوهاش تبيض فأعطوها طلع الدهن اللي عليها، جابوها ببيضها خاصة بدون. السلام عليكم حجي. عليك السلام منوري. أوهو هذا محل الشاي، هاي أنواع الشاي تفضل. أنواع الشاي طبعا في شاي هنا في الصين أنواع الشاي كثيرة، وفي منها الرخيص وفي منها الغالي. في انواع شاي خير الله يخليك. الشاي هذا من انظف انواع الشاي، بمزح مش من انظف انواع الشاي. بوكسي فينا باشا يلا يا اللي هون بتلاقيش من انظف انواع الشاي، عشان انظف انواع الشاي بوصل سعره ل 500,000 دولار. شايفين يعني شو حاطين لهم هون شاي، وهون شو حاطين لهم الخمور. الخمور بتنباع بالكيلو هون، شايفين قزازة الزيت اللي احنا بنعبي فيها زيت، هم هون بيعبوا فيها بيرة او بيعبوا فيها الكحول. ريحة المحل، اللي بفوت على المحل هذا وبقعده كمان نص ساعة بيطلع بصراحة دايخ. لواي يا لواي. اللي مش عاجبه شيء وباع كل شيء، سمك وشريمب ولحمة ودجاج وخضار مش ناقص في عنده شوكولاتة. اللي انتبه لشغله انه اغلب اللي بيشتغلوا هون في المحلات كلهم كبار، يعني كبار بالعمر. هذا اللي حلو في الصين، انه هون كبار السن ما بيقعد في الدار، بيقدرش يقعد في الدار ويظلوا قاعد يستنى حدا يصرف عليه او حدا يطعميه. بغض النظر ممكن في منهم عندهم معهم فلوس خير الله يعني بكفي انهم يعيشوا حياه كريمه، بس انه ما برضى انه يقعد جوا داره ويستنى الموت، فبيطلع يشتغل وينبسط ويعيش حياته. فراولة، موسم الفراولة، مش عارف هو موسم فراولة هسه ولا الفراولة كل المواسم إلها. شايفين فراولة قد الكوكب. أوه هذا الحج، هي بلشت البسطات تطلع. تنجو تنجو شو ما جنجو يروح نصرف جنجو. أنا حالي مش فاهم مشان ينصرف، ببيع جربات ببيع لي سنسين مضروبة، راح أشكي عنك.